السلام عليكم طلاب كلية هندسة النفط والتعدين المرحلة الأولى الأقسام الثلاثة. هذا الفيديو توضيح للأدوات المطلوبة في مادة الرسم الهندسي. راح أوضح لك الأدوات اللي تحتاجها بمادة الرسم. رقم واحد، تحتاج بورد خشبي. البورد الخشبي قياسه أكثر من 35 عرض وطول 50، والأفضل أنا كاتب لك هنا الأفضل إنك تشتري ميز. الميز الخشبي طبعا يكون أفضل، قياسه 90 × 120 وثابت برجلين، وأفضل يكون لك. البورد الخشبي طبعا تحتاج أهم ميزة تخليه عليه وترسم بالأرض، الأفضل إنك تشتري ميز. نقطة رقم اثنين، تحتاج تي سكوير. التي سكوير اللي صاير على شكل حرف تي، يعني كلكم المفروض يعرفها انه اختار هذا الهندسة لازم يعرف شنو تي سكوير. تي سكوير قياس اقل حد يكون 60 سنتيم، افضل انك تشتري 80 او 70 80 70 60 ماشي امرها، بس الافضل تشتري لك 80 ونوعية زينة. مثلثات، تحتاج مثلثات نوعية 2. النوعية شنو؟ يعني درج 45 درجة و30 درجة. انت بس تروح لصاحب المحل اللي يبيع القرطاسية قل له اريد مثلثات، هو راح يعطيك مثلثات، يقول لك كم واحد، راح تقول له 2 45 و30. وهنا اصلا ينباع شوية. منقلة، كلكم تعرفون المنقلة شنو اللي خلناها كنا نشتري من هاي اللي بيها خارطة العراق الهندسة، بيها منقلة بس هي صغيرة. طبعا هاي راح تكون حجمها متوسط يعني شوية كبيرة. واكو مثلثات هو يجي داخلها منقلة، مثلثات يجي داخلها منقلة حجم متوسط. 5 كيرفات يعني اقواس، منحنيات او اقواس متوسطة الحجم، راح تستخدمها برسم الشكل البيضوي. ضروري انك يعني تستخدمه، حتى مو بالامتحان او بالكلاس تطلب من اليمك تقول له بس كل من يدبر نفسه. رقم 6، ممحات، اللي هي ممحاة المساحة عادية نوعية مضبوطة، ما توسخ عندك. وممحات على شكل قلم وبرأس القلم فرشات نوعية اسمها ستيدلر، هاي اضبط نوعية تقريبا. اللي شلون يعني؟ يعني مو كان الرصاص، هذا قلم الرصاص، مو كان الرصاص اشكو، اكو هي الممحة وبراسها فرشة مبرات اللي هي المقطاطة. هاي نقطة رقم 7. نوعية ستيدلر نوعية مليحة. نجي هنا عندنا رقم 8، الاقلام. الاقلام راح تحتاج 3 اقلام، شنو اج وشنو 2 اج وشنو 4 اج. النوعية نوعية مليحة، الاج والتو اج والفور اج يعني الدينستي، يعني الكثافة، هذا اعمق هذا اخف بشوية هذا اخف من اثنينهم، الكل واحد له استخدام خاص ومكان خاص. هي الاستاذ مالكم راح، او الاستاذة او هو الاستاذ مالك راح يعلمك شلون تستخدم. هاي تستخدم بخطوط الفيزيبل لاين، وهاي تستخدم بخطوط الهيدر لاين، وهاي تستخدم بخطوط السنتر لاين. احنا هسه ما نقدر نذكر نغطي المادة، بس بالايام القادمة نقدر نوضح لك او نصور لك فيديوهات حول مادة الرسم الهندسي. هاي 3 اقلام، تقدر تشتري سيت كامل بس ما راح تستفاد منه، سيت ب 12 قلم، هو مو على سعره، بس اذا تشتري مكانه سيت تشتري ذولا 3 اقلام نوعية زينة افضل من انك تشتري لك سيت كامل. فرجال، الفرجال مهم انك تشتري نوعية زينة، مهم ضروري تشتريه، لان الفرجال حتى مرة واحدة راح تشتري، فاشتري نوعية زينة. افضل شيء انك تشتري انه يقفل. شلون يعني يقفل؟ يعني على سبيل المثال عندك دا ترسم دائرة الدايميتر مالها القطر مالها 40 ملم، اي 4 سنتيمات، فانت قست بالمسطرة على سبيل المثال، قست من هذا المكان لهذا المكان، هذا كله على سبيل المثال هاي 4 سنتيمات من هذا الركن لهذا الركن، ما
ورا ما قست وخلصت تريد يعني هاي المسطرة مالتك تريد تنتقل على انك ترسمها بالمكان اللي تريده. فيجوز انت من يعني يكبر الفرجال يتسع او يصغر يعني فرق ملي ما تتخربط شغلك. فالافضل انك بيعني شكل ال يعني شلون نقول القفل تنزلها سلايد بس تنزلها هو يقفل هذا هو بالاربعة ما يتحرك الا انت تفتحها وتجي ترسم بيه يكون افضل لك واحسن. رقم 10 مسطرة، مسطرة عادية قياس 30 سنتيم شفاف تستفاد منها. رقم 11 لاصق شفاف بين قوسين تيب الابيض تستخدمه حتى تثبت بيه ورقة الرسم، وتشتري معه قاطعة، قاطعة حتى تقطع بيها التيب او اللاصق. رقم 12 كتر، انت بعد ما ثبتت الورقة مالت الرسم شلون راح تشيلها غير اكو شيء يعني تقطع هذا اللاصق بيه، فتشتري شفرة تستخدم لقص اللاصق بعد اكمال ورقة الرسم. رقم 13 واخيرا تشتري ورق قياس 30 في 50، 30 في 50 اللي راح تستخدمه. من الافضل انك تشتري لك بند، او كل طالبين يشتركون ببند هو كله 100 ورقة وانت راح تحتاج يعني، بينما يعني يجيك يوم مثلا تصرف عدة اوراق على ما تكمل الشيت مالتك. اخر شيء احب انوه على شغلة مهمة وهي نظافة اللوحة ونظافة الورق. انت لازم يكون معاك كلينس وتهتم بنظافة المرسم، يعني انت ورا ما خلصت ورسمت ما من المنطقي انك تذب الكلينس او البرادة مال الاقلام بالارض. فكل واحد يعني يكون يحافظ على مكانه ويحافظ على لوحة الرسم مالته، لان ايش قد تكون ورقتك نظيفة ايش قد انت حصلت درجة اكثر. احب انوه انك منين راح تشتري هاي الغراض، ما اريد اذكر اسم مكتب حتى لا تكون دعاية او اعلان او اسم محل، بس من الافضل تروح تشتريها من اصحاب الجملة حتى تكون ارخص عليك وسعرها انسب. هاي الورقة راح انزلها بقناتي على التليجرام، بعثت الرابط لاحد الطلبة بقسم المكامن وهو راح يبعث لكم اياها. تقدر تشتريهن من اي ابو مكتبة تنطيها، ما يعني ما يمكن اكو شيء تحتاجه غيرهن. وان شاء الله احنا بالنسبة لقسم المكامن راح نوضح كل شيء يخص قسم المكامن بقناتي على التليجرام، واذا اكو شيء يتطلب انه نصوره فيديو كما كرسم او كسؤال صعب او كفكرة انتم تحبون يعني ما تفتهمون نقول يعني نقدر نشرحها. اما بالنسبة لقسم التكرير والتعدين فالمواد المشتركة بين الثلاث اقسام العام اخذناها اللي هي انجليزي كانت والرسم الهندسي والميكانيك، فاذا بقت هي نفسها واعتقد هي نفسها فنوضحها يعني من ضمنها. واي شيء تحتاجونه احنا بالخدمة ان شاء الله. واخيرا تحياتي، اخوكم ظاهر العدهي.